نسوي اليوم أكل إيراني زرشك بولو. يلا مع بعض المقادير. طبعا انا مقطعة دياية 4 قطع وشايلة الجلد عنه. هم اكثر شيء يستخدمون الزرشك بولو، بس الافخاذ انا بنتي ما تاكل الافخاذ الصدور، فاضطريت اني احط قطعت الدياية 4 قطع، حطيت صدور مع الافخاذ. وزع كركم على الدياي وامسح الدياية بالكركم. حمر قطع الدياي بالزيت. حمرت الدياي، طبعا راح اقلب الدياية احمرها من الصوبين. حمر عدل حكيت قطع الدياي الحين، شلت الدياي وبنفس المقلة حطيت 3 صلات صغار سويت شرايح طوال. ضيف الفلفل بارد، أخذت قطع من الجزر أقغار ودارسين بهار مشكل، فلفل أسود، حط شوية من شربة الليمون الجاهز الإيراني، هذا شربتهم وايد حلو حق الأكلات الإيرانية ينن. وزع بسكور الدياي على الخبر، راح اضيف اوزع الماء واخليه تقريبا نص ساعة ابي يطبخ الدياي. يعني الدياي ما يبي لها شيء، كلها ساعة وتشوفونها مستوية حيل، راح اخليها الحين اسوي لكم الخطوة اللي وراها. الدياي ننطرها تستوي، الحين بمقلة ثانية حطيت شوية زيت، راح احط علبة واحدة كاملة معجون، راح اضيف شوية شر منقوع الزعفران عليه، راح اضيف الملح. راح اشيل الحين الصلصة هذه اللي انا سويتها، راح اشيلها واوزعها على الدياي. شوفوا شلون اوزع على الدياي. في بعضهم يحطون ماي ورد، انا ما احب الماي الورد بالاكل. طريقة الزرشك كم مرة نزلتها على الانستغرام، راح انزلها الحين مرة ثانية لكم. شوية زيت، الزيت مو حار، الزرشك ما نحمره، الزرشك اذا تحمر راح يسود اللون. شوفوا شلون ما في كلش اي حرارة بالزيت، شوية زرشك وشوية منقوع الزعفران، وراح احط شوية سكر وخلاص بس، واشيله من على النار بس، ما ابي له شيء. واذا تبي تحطين عليه فستق هم حلو، تخلطين الفستق عليه شويه وخلاص. راح اعطيكم عنوان واحد رقم تليفوني يوصل لكم للبيت، اسمه غلام، زرشكم ينن. هذا زرش غلام، شوفوا شلون احمر حلو لونه. هذا زرشك، زرش غلام، شوفوا ايش حالات الزرشك ماله. 9968-08-15 اتصلوا عليه يوصلكم للبيت، او تروحون تاخذون من عنده، وايد حلو اللون. شوفوا متابعيني شكله شلون، الماي قاعد يتشرب، ابي يتشرب اكثر بعد. صحن التقديم حطيت خضرة، حطيت شوي طرشي، وحطيت شوية من العيش المشغول اللي سويته. شفتوا الزرشك اللي سويته، اخذت شوي من العيش واخلطه مع الزرشك. هذا هو الزرشك، شوي اوزعه فوق العيش عشان كذي يسموه زرشك بولو. الدياي يما طبخنا اللبيب لذاذة زرشك بولو، عليكم بألف عافية. شوية إذا تحطوا توزعون الصوص.